نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، ما المراد بالبرهان في هذه الآية؟ القرآن، القرآن وأنزلنا إليكم نورا مبينا، جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالبرهان هو القرآن، هذا البرهان المتلو، وأما البراهين العقلية هذه الآيات الكونية من الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأشجار، هذه آيات كونية، والآيات القرآنية هي الوحي المنزل، نعم، وهي البرهان، نعم.